قضية رمضان هو هي قضية فردية وجماعية، لأننا نحن ننتمي إلى أمة مغربية، أمة إسلامية، وربنا علمنا في الصلاة أن نقول الحمد لله رب العالمين، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا أقول اهدني، اهدنا الصراط المستقيم، الفكر الجماعي. فنحن في مغربنا العزيز عندنا دولة إسلامية، عندنا إمارة المؤمنين هي الكافل والحامي والضامن للحرية الدينية في بلادنا، ومن أراد أن يفطر في رمضان لعذر شرعي فله ذلك، هذا أمر مباح، ربنا عز وجل أباح لأصحاب الأعذار الشرعية وما أكثرهم. هناك المرأة الحائض له عذر شرعي، المرأة الحامل عذر شرعي، المرأة النفساء عذر شرعي، المرأة المرضع عذر شرعي، الكبير في السن، المرأة العجوز، المسافر، مسافة السفر، كل هؤلاء وغيرهم أصحاب الأعذار الشرعية إذا كان رمضان لهم أن يفطروا. لكن الأدب المعمول به أنه لا يفطر في العلن أمام الملاء، وإنما يستتر. الفقهاء طلبوا من هؤلاء كلهم أن يفطروا، أما هؤلاء الشباب أصحاء وعندهم أفكار لهم ذلك، لكم دينكم ولي دين، لكن أن يخرجوا إلى الشارع العام بهذه الطريقة فيه طريقة استفزازية لمشاعر المسلمين. فالمشكل ليس هو في تغيير قانون 223 من القانون الجنائي الذي يجرم من يفطر علنيا في رمضان، ليس هذا هو المشكل. المشكل هو في عقول ونفوس هؤلاء الشباب. أنا في نظري لا داعي لكي ندخل في صراع في القانون وتغيير القوانين والمساطر. الذي يبغي أن نغيره هو الأفكار وهو النفوس وهو السلوكات هؤلاء، أن المسؤولية هي جماعية. أنا أطالب عوض تغيير القانون، أطالب أن نفتح الباب للسادة العلماء، للسادة الدعاة، للسادة المفكرين، أن يعلنوا آراءهم وأفكارهم النورانية الوسطية المعتدلة لإقناع هؤلاء الشباب متفقا بتطبيق القانون بهذه الطريقة الصارمة. لا أتفق بذلك مع هذا الأمر، بل ينبغي أن يكون القانون فيه نوع من التخويف ومن التحذير، وأن تكون فيه المرونة. ليس هؤلاء ليسوا مجرمين، هؤلاء شباب ضائع، شباب غافل، شباب لاهن، شباب مفلس من حيث المعاني الدينية. فالعلاج ليس بالضرب على أيديهم، العلاج هو بالحوار والإقناع والاستبالة. للأسف في الكثير من الدول الإسلامية عندهم تطبيق قوانين ردعية فيما يخص الجانب الاعتقادي، لا أحبده أبدا، ينبغي أن يكون هناك الحوار، الإقناع. فالقاضي لن يحل المشكل، القاضي هو عنده قوانين يطبق المسطرة، لكن الدور هو في المصلحين الاجتماعيين، في المربين الدينيين، في العلماء النورانيين الناصحين. هؤلاء هم من هم غائبون، علينا أن نفتح الأبواب ليحضروا، يكون نقاش. أما المسيحيين واليهود هذا ما عندنا معهم مشكل، المسيحي له أن يفطر، لكم دينكم ولي دين. اليهودي كذلك له أن يفطر، بل أنا أذكر بأن اليهود ونحن الصغار كان فيهم واحد الاحترام عظيم. كان يهودي مغربي كتقول له أمه ولا الأب ديالو هذا رمضان ديال المسلمين، ولكن لبغيت تاكل ولدي لبغيت تاكل ابنتي، ماشي أمام المسلمين احتراما لهم. شوف الأدب ديال اليهود المغاربة باش كيبقى داك المحبة والمودة. بالنسبة للمشرع المغربي أفرد في القانون الجنائي فصلا فريدا اللي نقدر نسميه يعني كيتعلق بجريمة رمضانية، هو الفصل 222 اللي تنص على أنه من عرف يعني بدينه أو بتدينه الإسلامي وأنه قام بالإفطار علنا وجهرا يعني في مكان عمومي، وبالتالي ما عنده حتى شي عذر من اجل يعني الافطار، فبالتالي هذا يعاقب يعني العقوبه محدده في اقصها الى 6 أشهر وغرامه من 12 درهم حتى 120 درهم. هذا هو النص القانوني، النص القانوني في حقه هو يعني له مسحه دينيه باعتبار ان القانون الجنائي هو قانون وضعي لانه ماخوذ عن القانون الفرنسي، ولكن هناك نصوص معينه اللي تم ادخالها من طرف المشرع في القانون الجنائي اللي عندها هذا الطابع الديني من بين هذه الجريمه هذه اللي يمكن نسميها ونصطلح عليها انها جريمه رمضانية.
فبالتالي ان هذا الفصل هذا كيحدد اولا الصفه، صفه الشخص انه خصو يكون انه مسلم ومعروف عليه بانه راه مسلم داخل الوسط الذي يعيش فيه، ثم انه الزمان انه يقوم بهذا الفعل هذا يعني في رمضان، لان رمضان كيجي مره في, 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 في السنه، وبالتالي انه يعني اذا افطر مثلا في غير هذه الايام، مثلا في ايام شوال او في ايام البيض ديال 13 14 15 او هذا، فيمكن يعني لا تقوم هذه الجريمة هذه. كذلك المكان أنه يقوم بهذا الفعل في مكان عمومي، لأنه إذا قام به مثلا في منزله أو في غير في مكان سري بين قوسين، فبالتالي أنه يعاقبه القانون، فبالتالي هذا بينه وبين الله عز وجل، وبالتالي لا يتدخل القانون في هذا الإطار هذا. ثم أنه كذلك الكيفية أنه يقوم بالجهر بهذا الفعل هذا، يعني أمام الناس وأمام الملأ وإلى غير ذلك، ويكون بالفعل أنه يقوم بالشرب وبالأكل أو الوطأ، يعني هذه الحالات الثلاثة هذه بطبيعة الحال كتثبت انه راه كاين انه يقيم علاقه غير شرعيه مثلا مع امراه في مكان عمومي في رمضان، وخلو تكون زوجته بطبيعه الحال، فبالتالي انه يعاقب على القانون. اذا هاد العناصر التكوينيه اللي هي الصفه والمكان والزمان والكيفيه والفعل اللي قام به يعني الشخص بطبيعه الحال انه يفرده عقوبه.